حاجة النهاردة الفنان عادل إمام يعتبر أعلن اعتزاله، تحب توجه له رسالة؟ فنان عادل إمام فنان كبير كبير قوي، وأنا اتشرفت إن اتعرفت عليه في مكان، بس ما حصليش شرف إني يمكن قعدت معاه، ولكن من الناس الطيبين جدا، وربنا يديهم الصحة، يعني ربنا يديه الصحة والقوة. هالإرث، هذا الإرث اللي قدمه للفن العربي، هذا إرث صعب حد يعني يكون مكانه. بتمنى له الصحة ودوام التوفيق في حياته، والله يخلي له أولاده اللي مكملين المسيرة، وإن شاء الله دايما نسمع عنه كل حاجات حلوة بإذن الله.